السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين قناة الريان الفضائية ومستمعين عبر إذاعة 97 FM، حيث نسعد بصحبتكم لمدة ساعة كاملة في برنامجكم الأسبوعي مساحة رياضية. أعزائنا المشاهدين، حلقتنا اليوم غنية ومليئة بالمواضيع الهامة تتابعون خلالها أبرز وأهم الأحداث والإنجازات الرياضية التي حققها أبطالنا خلال الأسبوع الحالي. ونبدأ حلقتنا هذا الأسبوع مع أهم وأبرز الإنجازات الرياضية. عنابي كرة القدم مرشح للفوز بجائزة SBI الأسيوية بعد حصوله على لقب كأس آسيا. إعلان جدول مباريات خليجي 24، والعنابي يواجه اليمن في أول المباريات بعد حفل الافتتاح. إقبال هائل على تذاكر مونديال الأندية وطرح الدفعة الثانية للتذاكر أمام الجماهير اعتبارا من 14 الجاري. الجولة الثالثة من بطولة قطر للشراء التقليدي في نادي الدوحة للرياضات البحرية. طائرة الريان تحلق بكأس السوبر على حساب نادي الشرطة. العربي والوكرة على خط الانطلاق الآسيوي في كرة اليد في كوريا الجنوبية. أكثر من 1000 رامي يتنافسون على بطاقات طوكيو أولمبية بميادين لوسيل للرماية. انطلاق جولة السباحة العالمية بمجمع حمد للرياضات المائية بمشاركة نخبة من النجوم العالميين. فخر وبرشيد يتوجان بلقبي بطولة الدريفت على حلبة نادي قطر للسيارات والدراجات النارية. ومن آخر عناويننا الرياضية، يسعدنا أعزائنا المشاهدين أن نستضيف المتسابق عبد الرحمن فخر صاحب المركز الأول لفئة البرو ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة قطر للدريفت في موسمها الجديد. حياكم الله في حلقة جديدة. من منافسات بطولة قطر للدريفت نرحب بأخوي عبد الرحمن بن أحمد فخر صاحب المركز الأول، نقول لك حياك الله معنا في مساحة رياضية. الله يحييك ونشكر برنامج مساحة رياضية على الاستضافة. ألف مبروك أول شيء الفوز بالمركز الأول، شلون شفت منافسات هذه البطولة؟ والله البطولة كانت مشحونة بالإثارة، طبعا الشباب ما شاء الله كلهم كان مستواهم عالي. واجهتنا شوي صعوبات، كنا خايفين من عطال ميكانيكية تجاوزناها الحمد لله رب العالمين، تعودنا على المسار بسرعة وقدرنا نحقق المركز الحمد لله. من كان أبرز منافسينك في هذه البطولة؟ والله الخوف كان مثل ما تقول من أخوي سعود بن محمد العطية. الحمد لله يعني سعود منافس مو بسهل. لا مو بسهل، شرس جدا وسيارته ما شاء الله جدا ممتازة، بس ما تصادفنا ويا بعض وقدرنا نوصل المنصة الحمد لله احنا الاثنين مع بعض ما شاء الله. عبد الرحمن، هذه لقبك المحلي الأول أو عندك ألقاب ثانية؟ الألقاب ما شاء الله، يعني المراكز اللي حصلت عليها في الثلاث سنين اللي طافت أكثر من 18 مركز ما شاء الحمد لله. أبرزها كان بطولة ريد بول كار بارك دريفت على مستوى قطر، حصلت على المركز الأول سنتين على التوالي. بطولات المحلية كثيرة ما شاء الله، بطولات الدولية، بطولة كينج اوف ديزرت هي منظمة أوروبية كانت تسوي نسخة خاصة للشرق الأوسط، حصلت فيها على المركز الثاني. بطولة العالم الحمد لله قدرت أوصلها كأول متسابق من الشرق الأوسط يوصل لبطولة العالم. واجهتنا بعض الأعطال الميكانيكية طلعنا منها للأسف، وما قدرنا نكمل باقي الجولات لقلة الدعم، بس الحمد لله إن شاء الله في المستقبل نوصلها. شنو المنافسات الجاية اللي راح تخوضها بإذن الله؟ موسم قطر باقي لنا 4 جولات عليه، وإن شاء الله إذا الله وفقنا بنروح بطولة عمان فيها 3 جولات دولية، وراح يكون فيها أبطال من دول العالم كافة. أبو أحمد، شلون تشوف تفريق الطاقة للشباب في هذه الرياضة بشكل إيجابي بشكل آمن؟ والله شوف، دور نادي قطر للسيارات للسباقات ما حد ينكره، يعني دور كبير جدا، عندهم أكثر من 5 أنواع من البطولات قاعدة تصير سنويا، وفي كل بطولة تقريبا فيها 5 جولات، يعني الدريفت فيها 5 جولات، الدرج لها 5 جولات، حتى الدرج الرملي مسوينه، يعني يحاولون يغطون شريحة كبيرة أو أنواع كثيرة من هوايات الشباب. أبو أحمد، في آلية معينة حق الشباب اللي بيدخل ضمن هذه الرياضات؟ النادي مثل ما آلية تسجيل، آلية
مثلا استعداده حق نفس هذه البطوله سواء الدرفت او البطولات الثانيه؟ هو اهم شيء حق النادي انه يكون المتسابق مثل ما تقول موفي شروط السلامه في السياره، تكون سيفتي، تكون مسجله في المرور، لبس السلامه الخاص في السباقات يكون موجود مع السائق، و يعني ما في احد مثلا ما يقدر يشارك، ما في شروط تعجيزيه او شروط صعبه على المتسابقين. هل في اشياء تاهيليه نفس ما ذكرت من البدايه ان في رخص دوليه في هذه السباقات على اساس يحصل عليها متسابق اساس يدخل نفس هذه السباقات؟ بالنسبه للدراج ريس في فئه الدراجستر، هذه فئه جدا قويه وقاعدين ياهلون الشباب ان يدخلون فيها، وفي تسجيل في تسجيل وفي تدريب حق المتسابقين الجدد. في وين التسجيل ولا؟ في النادي. في النادي. إيه فئه الدراجستر بالنسبه حق الدراج، وممكن الشخص يدخل بسيارته الخاصه عادي يعني، بس انه في فئه حق سيارته الخاصه وفي فئه احترافيه اللي هي تبتدي من الدراجستر. في اعمار معينه؟ في الجونيور دراجستر بعد حق الاطفال. هاي من عمر كم لكم؟ هذه من 10 سنوات لل 15 سنه. حلو. وبعدها يدخل على الدراجستر البروفيشنال الكبيره. البروفيشنال لها لياسن دوليه معينه او لها سباقات معينه لازم يخلصها اساس يدخل هذا السباق، ولا ممكن يدخل في اي سباق؟ هو عشان تدخل الدراج باحترافيه وتوصل حق السرعات العاليه جدا، اول شيء لازم تتعود على الدراجستر، يعني او الافضل انك تتعود على الدراجستر، لان الدراجستر تقريبا في 400 متر تقطعها في 4.8 سكند، 4.8 ف مو بشيء بسيط. ايه في 400 متر جدا سريع. انا بديت فيها العام، الحمد لله حصلت على المركز الثاني على الموسم كامل، ومع اني اجدد واحد فيهم، بس طبعا فضل تدريب النادي يعني، لاني دخلتها مثل ما تقول باساسياتها. لكن ابو احمد في صعوبات يعني الصعوبات واجهتك انت وبتواجه ايضا الكثير من الشباب في نفس هذه البطولات. والله الصعوبات مثل ما تقول هو اتوقع يعني اكثر صعوبه تواجهنا كمتسابقين اللي هو الدعم او التفات الاتحاد لنا. الاتحاد صار له سنين يعني الرياضه هذه تعتبر من ضمن الرياضات التابعه للاتحاد الدولي للسيارات، ما حصلنا على شيء منهم يعني، ما وصلنا حق شيء معاهم. النادي الله يجزاه خير مو مقصر معنا، كجولات كايام تدريب نطلبها. طبعا تكلفه تشغيل الحلبات كثير كبيره يعني، بس ان النادي الله يجزاه خير ما ياخذ من عندنا شيء تقريبا. قد ما نحتاج ايام تدريب يعطونا، قد ما نحتاج ايام يسمونها تراك دايز، ايام مفتوحه ناخذها، ما يقصرون معنا بشيء. بس في النهايه يتم نادي يعني، مش جهه داعمه، هو يوفر لك الفعاليات، يوفر لك ايام التدريب، بس ما يعتبر جهه داعمه للمتسابقين. انتم فيكم الخير والبركه. لكن هل استفدت يا ابو احمد من متسابقين دوليين؟ انا مش كلها يعني، انت رحت سباقات خارجيه كثيره، استفدت من الخبره من مشاركتك واحتكاكك بالمتسابقين الدوليين؟ والله في الحقيقه يوم وصلت يوم شاركت في بطوله العالم شيء طبعا طبعا اكتشفت ان امكانياتنا احنا جدا محدوده او شبه معدومه بالنسبه حق مستواهم. ما شاء الله يعني اقل متسابق عنده 8 أو 9 اشخاص خاصين بالصيانه، عنده سبوتر متواصل معاه اللي هو الشخص اللي يكلمه وهو في السياره، هاي شيء ما صار عندنا في الخليج. انتم مش متوفر لكم هذه الامكانيات؟ لا طبعا، لكن ان شاء الله راح توفر لكم ان شاء الله. هنا انتم تاخذون المراكز الاولى ان شاء الله، مشاركتكم في السباقات الدوليه تاهل المسؤولين على انهم يدعمونكم وايضا يوفروا لكم كل اللي تحتاجونه باذن الله. ابو احمد، شلون شفت قواعد الامن والسلامه المطبقه في هذه البطوله؟ من هالناحيه يعني ايش اقول لك، النادي ما يتساهلون معنا يعني، مهما كنا قدام او جداد او يعني مثل ما تقول متسابقين معروفين عندهم او لا، في الامن والسلامه الكل شخص واحد يعني، يعتبر الشروط ماشيه على الكل، ما فيها تجاوزات، وطبعا في النهايه شيء حق مصلحتنا يعني. تاخذون دورات، تاخذون اشياء تدريبيه، اشياء تدريبيه حق نفس هذه البطوله في الامن والسلامه قبل ما تدخلون البطوله؟ لا، هو الله يسلمك في شروط تنزل على موقع النادي بخصوص اشتراطات السيارات وكلفه وكرياضه تختلف. واذا بغيت يعني مثلا توصل حق شغله او تشتري شغله ومو قادر توصل لها، هم يساعدونك فيها النادي. ف يعني ما عندنا اعذار، عرفت ان واحد يقول لك انا ما اقدر ادخل البطوله بسبب اشتراطاتهم، وكلها اشياء عاديه
وفي النهاية تحمي الشخص السائق نفسه. بس تختلف من سباق لسباق؟ تختلف طبعا. يعني في مثلا إذا بتتكلم على الدراج ريس عندهم اللي يتجاوز اللي يوصل خط النهاية في أقل من 9 ثواني أو أقل من 10 ثواني يشترط عند أعمدة السلامة الداخلية، يعني المفروض يكون عنده باراشوت اللي هو يساعد على البريك، يساعد السيارة على التوقف بشكل أسرع. أتوقع يعني هذه الأشياء يعني مغايرة جدا عن السيارة العادية أو استخدام الشخص العادي للسيارة العادية. يعني سياراتكم أنتم المستخدمة في الدرفت فيها مواصفات معينة، فيها تغيير كامل على طريقة القيادة. فش تقول حق الشباب اللي يفرقون طاقتهم في الشوارع العامة وفي أيضا في المخيمات الشتوية، خصوصا في البر، في فسيلين، في الأماكن هذه؟ شوف الله يسلمك، بخصوص الشباب أول حاجة أبي أتكلم عن أولياء الأمور. يعني أولياء الأمور كثير منهم يعارض أن عيالهم يوصلون للمستوى الاحترافي أو يوصلون للحلبات المشاركة فيها. مستوى الأمان في سيارة الحلبة جدا متقدم، أعلى من أي سيارة موجودة في الشارع. يعني الحوادث عندنا مثلا، يعني صارت لنا حوادث أيام التدريب، لا ما زالت تصير لنا حوادث، يعني على سرعات عالية جدا، ما لدرجة أن ننزل نشوف شكل السيارة ما نصدق أن إحنا دعمنا، ما حسينا بولا شيء، عرفت؟ يعني بدال حزام الأمان عندنا 6 بوينت، 6 حزمة ماسكتنا، اللي هي من المقعد. إيه؟ 6 حزمة. إيه نعم، فيها. ومثبتها في بدي السيارة، مش مثبتها في ديكورات البلاستيكية نفس سيارات الشارع. وبدي السيارة توقف داخل فيه اللي هو الرول كيج أو في رول كيج اللي هو أعمدة السلامة، في طفاية المركزية اللي هي يعني بضغطة زر السيارة تطفى بالكامل لو صار حريق لا قدر الله، سواء من ناحية المحرك أو الجهة الخلفية أو داخل المقصورة. فش تقول حق أولياء الأمور؟ يعني أنا أشوف اللي عاني من مثل ما تقول من مخالفات ولده أو من حب ولده للسيارات ويمارسها في الشارع، الحلبة مكان آمن جدا إنه ولده إنه يأمن عليها، يعني إنه يخلي ولده يدخل الحلبة شيء ما عليه خوف، آمن. تيم السيفتي مال الحلبة نفسه موجود، سيارات الإسعاف موجودة، سيارات المطافي موجودة، يعني مثل ما تقول الدولة موفرة كل شيء في مكان واحد، وممكن هالمكان يطلع منه أبطال دوليين. يعني ممكن الولد اللي قاعد يضيع وقته بطريقة خاطئة في الشارع يعرض حياته وحياة الناس للخطر، ممكن في يوم من الأيام هو يصير بطل وهو ما يدري، عرفت؟ يعني هو مش عامل حسابه، ممكن مهارات تطلع، مهارات تنسغل في هالحلبة تطلع للدولة مثل ما تقول أبطال دوليين. الأبطال الدوليين تكلمت عنهم يحتاجون فترة تدريب طويلة؟ لا طبعا، يعني أنا أشوف بسبب بيئتنا وبسبب أرضنا في الدوحة ناحية بار وسلين والأمور هذه، يطلع مثل ما تقول فترة السيارات موجودة عندنا، وفترة القيادة المهارة في القيادة موجودة عندنا بين الشباب والكبار والجميع. بس الدرفت رياضة مغايرة جدا عن رياضات السباقات السيارات الثانية. الدرفت الله يسلمك كنا نشوفها في الأفلام، يعني ما نتخيل أن في حد ممكن يسويها. جربناها، أخذ فيها كورس أول شيء عند أحد الأكاديميات الدولية، كورس بسيط جدا يعني مدة يوم واحد، وشفت ان الموضوع لا مش كثير صعب. يعني بأحمد مستمتع في هذه الرياضه جدا والله. ايش اقول لك، الشعور في السياره شيء ثاني. يعني انت قاعد تسيطر على سياره هي مش ماشيه ستريت، يعني او يعني هي ماشيه على السايد واي، عرفت؟ وقاعد تسيطر عليها، قاعد توصل فيها سرعات عاليه جدا. يعني في حلبات دخلنا فيها تقريبا ندخل فيها لفات والسياره معروضة، يعني مش ماشية ستريت، سرعة 195 تقريبا أو 200. طبعا هالأشياء يعني تنصح فيها أن لا أحد يسوي هالشيء في الشارع، ما تصير في الشارع، بس يعني حادثها في الشارع أنا أتوقع يسبب وفاة على طول. يعني ما يعني إحنا لو غلطنا في حلبة، الحلبة فيها بعد المنطقة مخصصة للسباق، يعني لما تعدي الرصيف أو نسميه البوكسي، بعد ما تعدي الرمل او الحشيش هذا اللي تشوفه يوقف السياره في ثواني، يعني ما تصير حوادث انقلاب او
او تكسير او شيء. احنا نتمنى لك السلامه ونتمنى لكل مرتدين طرق الامن والسلامه. ابو احمد شنو خططك المستقبليه؟ وين ابو احمد بيروح؟ والله هدف بطوله العالم ما راح ما او يعني ما صادنا ركود عليه، ان شاء الله راح نكمل راح نوصل بطوله العالم. اذا مش الموسم ان شاء الله الموسم القادم نحاول نوصل له. علم قطر ان شاء الله باذن الله لازم يرتفع في المنصات الدوليه. راح نجتهد على هالشيء ان شاء الله باذن الله. عبد الرحمن بن احمد فخرو صاحب المركز الاول في بطوله قطر للدرفت للجوله الاولى، الف مبروك فوزك المركز الاول. الله يبارك فيك. وايضا نشكرك على وجودك معنا في مساحه رياضيه. الله يجزاه خير، احب اشكركم على الاستضافه، وطبعا اشكر النادي على المجهود الكبير اللي قاعد يبذله لنا، اشكر الداعمين لي اللي هم شركه اوريدو، جراج في تو ريفورمانس، امز اويل، كلهم الصراحه مقصرين معنا. توفيق ان شاء الله في البطولات القادمه باذن الله. اشكرك الله يرحم والديك. اذا اعزائي المشاهدين نذهب الى فاصل ونرجع لكم باذن الله في مساحه رياضيه. حياكم الله مشاهدينا مستمعينا الاعزاء، واسمحوا لنا نرحب بضيفنا العزيز السيد عبد العزيز بن احمد المعرفي نائب مدير التحرير بجريده الشرق. حياك الله يا ابو احمد. الله يحييك. في مساحه رياضيه. الله يحييكم، مرحبا وسهلا فيكم في المشاهدين الكرام. ابو احمد، احداث وانجازات رياضيه كثيره في هذا الاسبوع، خلينا نبدا اول شيء بتقرير عن الجوله الثالثه من بطوله قطر للشراع التقليدي في نادي الدوحه للرياضات البحريه. فعاليات الجولة الثالثة قبل الختامية من بطولة قطر للشراع التقليدي التي ينظمها نادي الدوحة للرياضات البحرية على شاطئ كتارا بمشاركة 11 محملا يتنافس أطقمها فيما بينهم بقوة وشراسة تطلعا إلى الفوز واعتلاء منصة التتويج. الجولة هذه تعتبر الجولة الماراثونية، بيكون عملية الستارت بيكون من على السيف أو على البيتش، بيطلعون على البحر، بيكون في الكوينز او البويه اللي لونها اصفر بيلفون عليها وبيرجعون، المسافه كلها تقريبا 10 كيلو رايح جاي. السباق هذا سباق تكتيكي، يعني الناخذه هو اللي بيفوز، اللي عنده يعرف حق الهواء يعرف يتعامل مع الهواء هو اللي بيروح قدام. جاهزين ان شاء الله، عدد فريقنا ان شاء الله اليوم، احنا العاده ندخل بثلاثه لكن اليوم دخلنا باربعه اشخاص، والله يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله السنه هذه او السباق هذا ان شاء الله بنجيب المركز اللي يركبنا هالمنصه ان شاء الله. منافسه حاميه وشرسه بين اطقم المحامل المشاركه في ظل وجود عدد من المتسابقين اصحاب الخبره، اضافه الى وجود عدد من الشباب يتنافسون بقوه للفوز بالمركز الاول في الجوله الثالثه قبل الختاميه. أبو أحمد، شفت معنا التقرير، منافسة مش بسيطة في الجولة قبل الأخيرة. من بعض الشباب أنا دائما أشوفهم هم مهتمين جدا بالرياضات التراثية، طبعا احنا عارفين هالقطر طول عمرهم ما شاء الله عليهم متميزين في الرياضات هذه، أيضا بالإضافة إلى قوة التنافس اللي راح تكون، بس نتمنى الله يحفظهم إن شاء الله في البحر في الفترة هذه، ونتمنى لهم كل التوفيق، لكن أتوقع أنه راح تكون منافسة شرسة يعني بينهم للوصول لمنصة التتويج، خاصة أن لو لاحظنا جميع اللي موجودين أو المتسابقين حاطين في عينهم، يعني ما قال لك والله أنا بشارك لاكتساب الخبرة أو بشارك لبي المركز الثاني، لا جميعهم حاطين في بالهم منصة التتويج، وأتوقع وحق مشروع للجميع أكيد. لا بس في ناس مثلا يقول لك أنا والله مثل أشوف الرياضة هذه مثل أي رياضة ثانية، في ناس دشون لك لهدف معين، في ناس دشون لك لللقب، في ناس دشون لك اكتساب الخبرة، في ناس شو يقول لك لا والله بنافس على الثاني الثالث على الأقل السنة هذه لما أزيد خبرة الشباب اللي عندي والمواسم الجاية والسنوات الجاية بروح لمكان أبعد، ويكون حلمي أن أنا أحقق يعني هدف آخر أو هدف أفضل. لكن الفترة الحالية أعتقد أن الكل حاط في عينه منصة تتويج، مش منصة تتويج احنا تدري عارفين المنصة فيها أول وثاني وثالث، أعتقد الأول يبونه. وانت عارف ان شفت من ابرز المنافسين ما شاء الله
هم اغلبهم هالبحر. نعم، وعلى فكره عندهم تجارب كثيره، يعني انا في يمكن ما حافظ بعض الاسماء منهم، لكن عندهم تجارب كذا واحد انا اشوفه في كذا فعاليه، فعاليات التجديف، فعاليات المراكب الشراعيه، دائما يكونوا متواجدين. فهاي الامور هذه اعطتهم مزيد من الخبرات اللي اكيد راح يوظفونها لمصلحه فرقهم يعني في البطوله هذه ان شاء الله. بالتاكيد من منافسات البحر نروح كاس السوبر بين الرهيب نادي الريان والشرطة اللي انتزع اللقب ونادي الشرطه. في البدايه لو تكلمنا عن شلون كانت اجواء البطوله وشلون رهيب حصل على هذه. شوف البطوله طبعا كانت ما بين الريان والشرطه كاس السوبر، هذه المره الثالثه الريان يفوز فيها، طبعا هاي البطوله السادسه، المره الثالثه الريان يفوز فيها، وكان قبل فايز فيها النادي العربي لثلاث مواسم متتاليه. الريان في الفتره الاخيره استحوذ تقريبا على البطولات كلها، يعني العام الماضي الشرطة هو اللي فاز بالدوري، الريان فاز بكاس قطر وكاس الأمير فالتقوا على السوبر. الموسم اللي قبله الريان هو اللي استحوذ على البطولات كلها. يمكن اللي ساعد الريان أول شيء هناك إدارة جيدة جدا تعمل لمصلحة فريق الكرة الطائرة، بالإضافة إلى أن غياب النادي العربي اللي هو كان معروف قوته على مستوى كرة الطائرة في قطر، غيابه تام خلال الموسمين الماضيين ساعد الريان انه هو يسيطر على بطولات الطائره في الموسمين الماضيين باستثناء بطوله الشرطه، او البطوله قصدي الدوري اللي فاز فيه الشرطه الموسم الماضي. الريان يمتلك مجموعه جيده من اللعيبه، الريان عنده مدرب كان هو مساعد المدير الفني لمنتخب البرازيل بطولات العالم الاخيره، عنده محترفين جيدين، عنده لعيبه على راسه مبارك ضاحي يعني من افضل اللعيبه في الخليج الحين. فالامور هذه كلها قاعد تساعد نادي الريان انه هو يتبوأ صدارته وعلى يعني مكانه متميزه في الطائره القطريه على مستوى حتى اسيا. الريان بعد شهر من الان راح يسافر للبرازيل مشاركه بطولات العالم الانديه اللي هو ايضا كان وصيفه في سنه 2014. فالامور هذه كلها تخلي الريان في الوقت الحالي في غياب العربي في غياب قطر هو اللي مسيطر على الطائرة القطرية. طبعا العربي وقطر من المنافسين الشرسين. اي بس الريان في كرة الطائرة. بس اسمعني، بس السنوات الأخيرة العربي غاب نهائيا عن كرة الطائرة. فالريان طبعا لكن ايضا لا، بالإضافة لهذا احنا ما نقلل من انتصارات الريان، في عمل قاعد يدخل داخل جهاز كرة الطائرة عندهم، العمل هذا خلاهم هم باقين على القمة. احنا ليش نقول العربي كانوا منافسين للريان، يعني كانت مبارياتهم متعة، متعة كبيرة في الكرة الطائرة. غياب العربي هذا يسأل عنه الأخوان في جهاز الكرة في النادي العربي، احنا ما نقول والله ان الريان استفاد، اكيد استفاد من غياب العربي زي انه هو يسيطر على بطولات الطائرة، لكن ايضا هذا يحسب على النادي العربي ان انت وينك خلال الموسمين الماضيين، انت كنت يعني هو يعني النادي العربي او الكرة الطائرة في النادي العربي كانت هي واجهة المشرفة للنادي في ظل غياب الألعاب الثانية خلال السنوات الماضية، لكن خلال الفترة الماضية الريان سيطر وهذا طبعا شيء يحسب لهم. أبو أحمد، هاي اللقب الثالث لنادي الريان، شلون هاي اللقب راح يدعم الرهيب في الموسم الجديد؟ اللقب الثالث على مستوى السوبر، يعني الثالث على التوالي على مستوى السوبر، بالإضافة إلى قلت لك أنا يعتبر أيضا الثالث، يصل أيضا الثالث في آخر ثلاث بطولات أقيمت في مسابقات الطائرة القطرية، قلت لك أنا كاس قطر وكاس الأمير والسوبر. راح يدعم، شوف دائما ثقافة الفوز تولد رغبة الفوز عند اللعيبة، لما الفريق يفوز لما الفريق يحصد البطولات خلاص اللعيبة يحطون في بالهم أو في مخهم هدف واحد اللي هو إيش؟ اللي هو الفوز، ما يستغنون عن منصات تتويج، ما يستغنون عن الرغبة في تحقيق طموحات جماهيرهم. الحين الجماهير الريانية حاطة أيضا أمل كبير على الطائرة عندهم، مثل ما كانت في فترة من فترات الجماهير العربوية حاطة في عينها أن الفريق العربي للكرة الطائرة هو الواجهة المشرفة للنادي العربي، أيضا جماهير الريان في الوقت الحالي مع الانتعاش اللي مع فريق كرة القدم حاطين في بالهم أن فريق الطائرة بحق لهم المزيد من البطولات في هذا الموسم. أيضا أن الريان لا ننسى مثل ما قلت لك أنا قبل شوي أنه عنده مشاركة خارجية، الفوز هذا راح يشكل له دفعة معنوية كبيرة المشاركة الخارجية بطولة أندية العالم، خاصة أن الفريق
سبق أن حقق إنجاز عالمي قبل 5 سنوات عام 2014. الأمور هذه كلها طبعا الانتصارات المستمرة تولد ثقافة الفوز مثل ما قلت لك عند اللعيبة، تعطيهم دفعة معنوية أكبر للموسم اللي بيبتدي. أبو أحمد، خلينا ننتقل من كرة الطائرة لكرة اليد ومشاركة فريقي العربي والركرة في البطولة الأسيوية في كوريا الجنوبية، شلون تشوف استعدادات الفريقين؟ شوف في السنوات الأخيرة تطور كبير على كرة اليد في النادي العربي وعلى كرة اليد في نادي الوكرة. نظام البطولة مجموعتين، البطولة فيه 11 فريق، في فريق فقط كوري بالإضافة إلى في فريقين من إيران هم غروس وفولاذ، بالإضافة إلى مثل قلت لك أنا مشاركة العربي والوكرة من قطر، و بالإضافة للفرق الخليجية الثانية. المجموعة الأولى تضم 5 فرق والمجموعة الثانية تضم 6 فرق. احنا حظوظنا جدا ممتازة في البطولة هذه على اعتبار التطور اللي طرأ على العربي والوكرة في السنوات الأخيرة. يعني الوكرة ترى على فكرة وصيف بطل آسيا في البطولة الأخيرة أمام تحيل، بالإضافة إلى أن إيش أن تاريخ الأندية القطرية في البطولة هذه تاريخ جدا مشرف، 8 ألقاب للأندية القطرية، السد فاز ب5 ألقاب، التحيل، الأخوية ونادي الريان، يعني فازوا كل واحد فيهم بلقب واحد. عندنا 8 ألقاب في البطولة هذه. العربي في آخر سنوات له، يعني العام الماضي فاز ببطولة كأس سيدي سمو الأمير للمرة الأولى في تاريخه، سبق وأن فاز قبل 2 سنين بالسوبر العربي، فاز بوصيف بطولة الأندية العربية، الوكرة ثاني آسيا العام الماضي، بطل الدوري العام الماضي، يشارك الوكرة على اعتبار أنه بطل الدوري العام، والعربي يشارك على أنه بطل كأس سيدي سمو الأمير. إذا الأندية هاي راحت لهذه للمنافسة. للمنافسة عندهم إنجازات، عندهم المنافسة، استعداداتهم أعتقد جيدة، في عندهم دافع كبير للمنافسة، في عندهم دافع كبير أن إن شاء الله الفريقين نشوفهم في النهائي، أن نعيد سيناريو الموسم الماضي لما شفنا النهائي قطري كان بين التحيل والوكرة، طبعا فاز فيه نادي التحيل. إن شاء الله يتكرر هذا الموسم وأنديتنا قادرة على تكرار هذا الإنجاز. يعني العام الماضي كان بالنسبة لنا إنجاز كبير صراحة، لما تشوف فريقين يلعبون في نهائي آسيا لليد، البطولة كانت في الكويت لو نذكرها. بس هل هم هالفريقين مستعدين الحين لهذه البطولة؟ هل صارت في نفس المباريات التجريبية؟ هل صار في استعداد من خلال معسكر؟ دائما أنديتنا ما تشارك في أي بطولة إلا وهي مستعدة وهي واثقة إن هي راح تشرف الكرة القطرية، كرة اليد القطرية أنا أقصد، مو بني أنا أشرف الكرة أني أنا ضامن البطولة. ما في في النهاية في فريق واحد اللي فاز بالبطولة، في 4 فرق من ضمن 11 فرق راح توصل للدور قبل النهائي. لكن بالنسبة للاستعدادات أتوقع أن الاستعدادات راح تكون استعدادات جيدة، وأعتقد أنهم ما راحوا كوريا إلا محاطين نصب عينهم بأن البطولة هذه العام الماضي كان فيها فريقين قطريين في نهائي الكاس، ويبون يعيدون ويكررون هذا الإنجاز. من نظرتك الفنية راح عربي الوكرة يحصلون على مركز؟ أتوقع أن الاثنين قادرين الوصول للدور قبل النهائي. هاي يعني اتوقع ليه قبل النهائي؟ ليه قبل النهائي؟ لان نظام البطوله يقول لك الاول والثاني من كل مجموعه، واعتقد على الامكانيات اللي موجوده قادرين انهم يوصلون. طبعا ما ننسى ايضا فريق بربار البحريني من الفرق الجيده على مستوى اسيا وعلى مستوى الخليج، وان شاء الله نشوفهم على النهائي العربي والوكره من كره الطائره. ايش رايك ابو احمد نشوف تقرير عن منافسات بطوله اسيويه 14 للرماية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 اللي تقام من 3 إلى 14 نوفمبر؟ نتابع معكم. هنا في مجمع لوسيل للرماية تحتضن ميادين الرمي على مدار 12 يوما أكبر حدث آسيوي لرياضة الرماية، البطولة الآسيوية للرماية في نسختها 14. أكثر من 1000 رام ورامية توافدوا على الدوحة يمثلون 32 دولة من دول القارة الآسيوية، بينهم 136 رام ورامية يمثلون عناب الرماية في جميع المسابقات. استعدوا طوال الأشهر الماضية للمنافسة على 38 بطاقة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
البطولة هذه من أهم بطولات في آسيا، تقام كل 4 سنوات، دائما يمنح فيها البطاقات التأهيلية لأولمبية طوكيو. طبعا السنة هذه متميزة لأن زادت أعداد البطاقات من 32 إلى 38 بطاقة راح تمنح إن شاء الله في هذه البطولة. طبعا إقامتها على أرض قطر مهمة بالنسبة لنا ولرماتنا اللي يتمرنون على ميادينهم، البطولة راح تقام على ميادينهم إن شاء الله، أن الفرصة لهم كبيرة أنهم يحققون بطاقات تأهيل. احنا حريصين طبعا، نظمنا نفس البطولة هذه في 2012، كانت بطولة ناجحة ويوم تقدمنا لها مرة ثانية الحمد لله لقينا التصويت، الدول الآسيوية كلهم صوتوا لقطر لإقامتها في 2019. مثل ما تشوفون الميادين عالمية، الكل حب الميادين هنا، احنا نطورها دائما بأحدث الأجهزة، وطبعا الأجهزة اللي راحت في البطولة هنا هي نفس الأجهزة اللي راحت قام فيها في أولمبياد طوكيو. نخبة من رماة القارة سيتنافسون حتى 14 نوفمبر على الذهب الآسيوي المؤهل للأولمبياد المقبل، لتصبح ميادين لوسيل المجهزة بأفضل المعدات في بيئة مثالية، شاهدة على رسم بداية طريق المجد من لوسيل هنا في قطر إلى طوكيو هنالك في اليابان. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من البطولة 14 للرماية، والتي إن شاء الله راح يشارك فيها أكثر من 1000 رامي. طبعا هذه البطولة يا أبو أحمد هي ثاني بطولة تنظمها دولة قطر بعد 2012، كيف تشوف هذه البطولة؟ شوف مثل ما قال الأخ علي الكواري رئيس الاتحاد بأن عدد البطاقات زادت في التأهل من 32 إلى 38 بطاقة. نعم، هاي طبعا تعطينا، احنا نتكلم عن قطر، تعطينا فرصة أكثر للتأهل عبر رماتنا ورامياتنا للتأهل، أو الطموح يزيد للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. احنا طبعا لنا إنجاز قبل، إنجاز برونزي، ميدالية برونزي في الرماية حققها ناصر العطية عام 2012 في أولمبياد لندن. أيضا كان في طموح في 2016 أن احنا نحقق ميدالية ثانية، يعني فضية وبرونزية وحتى ذهبية، لكن ربك ما كتب في ذاك الوقت. الفترة الجاية عندنا مجموعة من اللعيبة أو من الرماة، آسف، في مجموعة منهم قاعد تفكر في طوكيو، في مجموعة منهم تفكر في اكتساب الخبرة والمشاركة للمشاركة واكتساب الخبرات في البطولات هذه، على اعتبارنا بطولات قوية ممكن تطورك للقادم، يعني بعد بطولات قارية أو بطولات حتى أولمبية لبعد 3 أو 4 سنوات جاية. احنا يمكن تركيزنا في البطولة هذه مثلا على ناصر العطية، على العذبة، على محمد رميحي، على ريم الشرشني، بس بعد احنا عندنا 136 رامي ورامي. نعم، بس انا اقول لك دائما لما تشارك في العدد هذا انت راح تركز على مجموعة، زين، المجموعة هذه هي اللي راح تحمل لك الامل، ممكن نطلع بمجموعة اضافية ومجموعة ثانية ممكن ايش تحقق مفاجآت. انا قاعد اتكلم لك عن الناس اللي ممكن نوصل فيهم لطوكيو 20، لان انت قاعد تكلمني عن 136، هي البطاقات كلها 38 ترى، وفي ناس قاعدين بعد ايضا رماة من دول ثانيه ايضا مستعدين بشكل جيد، لان ايضا عندهم اهداف قويه، خاصه مثلا لو نجي نتكلم على المستوى الاقليمي، الكويت عندها تاريخ جيد جدا في على مستوى الرمايه في الدورات الاولمبيه. احنا لما نجي نتكلم نقول لك والله احنا عندنا طموح، نعم عندنا طموح كبير في الرمايه، ان احنا نوصل لابعد، مو مجرد لا طوكيو، لا احنا نبي ميداليه في طوكيو. اتكلم معاك بكل صراحه، احنا نهدف لميداليه في طوكيو، ميداليه ذهبيه او برونزيه، او قصدي او فضيه او برونزيه. احنا حققنا انجاز البرونزيه، فنبي الذهبيه او الفضيه الحين. فعندنا من الاسماء اللي ممكن توصل هناك وممكن تنافس، مثل راشد، مثل ناصر، مثل رميحي، مثل مجموعة من رماتنا اللي احنا نعقد عليهم أمال كبيرة، خاصة ان الرماية فيصل مش في كل، يعني في كل البطولات اللي احنا شاركنا فيها، سواء في الأسياد، في الألعاب العربية، في على مستوى المنطقة، دائما ما نحقق فيها انجازات، وانجازات كبيرة. طبعا الانجازات في البطولات هذه هي اللي تأهلك للوصول للعالمية، فأكيد عندنا هدف، أكيد عندنا طموح، أكيد عندنا رماة قادرين أنهم يحققون هذا الإنجاز، وأنا بأمانة متفائل جدا في 2020 إن شاء الله. يعني إن شاء الله نتمنى
التأهل لأبطالنا بطلاتنا في الرماية. وأنا مثل ما تفضلت أنت أنه ممكن تجي أسماء ثانية وتحقق مثلا مفاجآت أو نتائج غير متوقعة، نتائج إيجابية طبعا غير متوقعة. طبعا نتمنى نطمح أن تكون في أسماء جديدة. في أسماء في بالك ممكن تتوقع أنها ممكن تطلع؟ والله شوف في الوقت الحالي أنا عندي الخمسة هذلين هم اللي خمسة الأساسيين الأساسيين. الشباب الثاني إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وأكيد أول ناس راح ندعمهم إذا وصلوا إذا تأهلوا، لكن إحنا الخمسة اللي ذكرتهم أنا هم العين عليهم يعني إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفهم الخمسة بإذن الله في طوكيو بإذن الله. بإذن الله وإن شاء الله نشوف الخمسة ذين يبون الميداليات في من هذه الأولمبياد بإذن الله. عبد العزيز بن أحمد المعرفي نائب رئيس جريدة الشرق، جولة رياضية جدا ممتعة كانت معك ضيناها في برنامج مساحة رياضية. شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا. شكر لكم وصول لقناة الريان ولجميع مشاهدي قناة الريان، والله يوفقك إن شاء الله في البرنامج يا رب. بإذن الله. إذن أعزائي المشاهدين عبر هذه الجولة الرياضية نذهب إلى فاصل قصير ونرجع لكم بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، منافسة شديدة يشهدها دوري QMB بعد انقضاء 9 جولات من عمره واقتراب الموسم إلى انتصافه. يسعدنا نستضيف محمد الشهواني محلل رياضي، نقول لك حياك الله يا أبو ياسم معنا في مساحة رياضية. الله يبقيك، وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم وفي هذه القناة الرائعة. قبل ما نبدأ تحليلنا للجولة 9 من الدوري خلينا نشوف تقرير عن استاد الثمامة. على مسافة 12 كيلومترا جنوبي قلب مدينة الدوحة يقع استاد الثمامة، سادس ملعب من أصل 8 المقرر لها استضافة منافسات كأس العالم 2022، وتقدر مساحة الملعب بأزيد من 515,000 متر مربع، كما تبلغ سعته 40,000 مقعد. سيتم التبرع 20,000 منها مباشرة بعد انتهاء المنافسات لتطوير مشاريع رياضية في أرجاء مختلفة من العالم. كما ينتظر من استاد الثمامة أن يكون واحداً من أحدث الملاعب العالمية لما يتوفر عليه من تجهيزات متطورة تخص التبريد باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك المرافق المختلفة للتنس وكرة السلة واليد ومسارات للجري وغيرها من الرياضات. كما ستضم المنشأة الرياضية فرعاً من مستشفى سبيتار ذي الشهرة العالمية. وحري بالذكر أن استاد الثمامة هو من تصميم المهندس القطري إبراهيم الجيدة، والذي استوحاه من عمق الثقافة العربية الخليجية القطرية الأصيلة. من أبرز استادات مونديال كأس العالم 2022 أبو جاسم استاد الثمامة أو استاد القحفية، هو مثل ما ذكرت من أجمل الاستادات، وهو الجميل في الموضوع أن الشكل المعماري أو الطراز المبني على الملعب على شكل القحفية اللي هي كلمة شعبية دارجة عندنا اللي هي غطاء الرأس، والملعب مثل ما ذكر في التقرير يشيل 40,000 متفرج، ولكن بعد كأس العالم بإذن الله راح يتم التبرع ب20,000 مقعد إلى بعض الدول النامية وبعض المشاريع الرياضية في بعض الدول. مثل ما ذكرت أخوي أن الملعب مبني على طراز معين وطراز جميل وشكل الملعب حلو. طبعا الملعب مثل باقي الملاعب الموجودة اللي راح تستضيف بإذن الله كأس العالم، وكل ملعب له شكل معين وله طراز معين، أيضاً بالإضافة إلى التبريد عن طريق استخدام الطاقة الشمسية. بالضبط، هو حتى أصلاً راح يكون بغض النظر عن موضوع التبريد وطريقته، إلا أن كأس العالم راح يقام في فصل الشتاء تقريباً من نص نوفمبر أو من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، فبإذن الله راح تكون الأجواء في غاية الروعة. بإذن الله. من ملعب استاد الثمامة بجاسم منافسة في الجولة 9 فيها مفاجآت، وأبرز مفاجأتين اللي هي تعادل وكرة مع العربي 2-2 وفوز تحيل على السد 4-1. خلينا نشوف التقرير مع ملخص للجولة 9.
صراع محتدم ومنافسة يشتد لهيبها فوق العشب الأخضر. هذا هو حال دور نجوم كيو أم بي بعد انقضاء 9 جولات من عمره واقتراب الموسم من انتصافه. الجولة 9 باحت بأسرارها معلنة عن اقتراب نادي الدحيل وصيف الموسم الماضي من إعلانه بطلاً للشتاء، كيف لا وهو الذي تخطى حامل اللقب ومنافسه الأشد نادي السد الذي افتتح التسجيل بهدف يتيم. ولكن رد الدحيل كان قاسياً برباعية يبدو أن جمهور الزعيم لن ينساها حتى لقاء الإياب في أستاد جاسم بن حمد. هذه الرباعية التي عززت موقع الدحيل في صدارة الترتيب ب23 نقطة كان لها مردودها العكسي على السد الذي تراجع من المركز الثالث إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع مراعاة أنه يملك في رصيده مباريتين مؤجلتين ضد العربي والخور. سبق هذه القمة إقامة 5 لقاءات بدأها الملك القطراوي بانتصار مهم على متذيل الترتيب نادي الشحانية بهدف نظيف أخرجه من دائرة الخطر ليستقر في المركز 9 ب9 نقاط متساويا مع الوكرة الذي تعادل مع مضيفه الأحمر العرباوي بهدفين لكل فريق في لقاء تنفس فيه جمهور شرق الصعداء. بعد هدف قاتل أحرزه محترفه الإسلندي بيارناسون في 97 ليستقر فريقه في المركز 5 برصيد 14 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد السد. أما الرهيب الرياني فبعد تعادلاته 3 في بداية الموسم حافظ على سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز 6 على التوالي، وذلك على حساب السيلية بهدفين نظيفين وضعه منفرداً في وصافة الترتيب ب21 نقطة ويتجمد رصيد السيلية ب11 نقطة في المركز 7. نادي الخور شهد عودة فهود الغرافة بعد خسارتهم من الدحيل في الجولة الماضية إلى سكة الانتصارات بعد فوزهم على مضيفهم نادي الخور 3 أهداف لهدف ليعزز أبناء المدرب الصربي سلافيزيا يوكانوفيتش موقعهم في المركز 3 ب17 نقطة ويتجمد رصيد الخور في المركز 10 برصيد 5 نقاط متساوياً مع أم صلال الجريح صاحب المركز قبل الأخير في جدول الترتيب الذي مني بهزيمته 3 على التوالي و6 في الموسم أمام مضيفه العميد الأهلاوي بهدف نظيف رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 6. إذن أحداث الجولة 9 شهدت مفاجآت جدا غريبة، أولها السد ودحيل. هو تكمن المفاجأة في النتيجة العريضة، هو مو بغريب أنه 4-1 على بطل بالضبط بطل آسيا وفريق وصل مشارك. وصل إلى دور الأربع في كأس أو في دوري أبطال آسيا. ممكن السد دحيل يفوز على السد أمر طبيعي، ولكن بالنتيجة هذه أعتقد أنها نتيجة كبيرة على السد. واضح أنه في خلل في الفريق خصوصا في النواحي الدفاعية، خسر 4-1 من دحيل، كذلك خسر من الريان 4-2، خسر من الهلال السعودي في الدوحة 4-1. ففي المباراة الأخيرة نادي السد الفريق يعني يستقبل أهداف كثيرة. ندل على شيء فإنما يدل على في خلل في منظومة الفريق الفنية خصوصا في الجانب الدفاعي. تشافي لحد الآن ممكن ما وصل لتوليفه مناسبه في خط الدفاع او في طريقه لعب الفريق بشكل عام. بس شافي حقق امام الهلال في الرياض صحيح حقق يعني صحيح وفاز، كان باقي ثواني بسيطه وكان ممكن يفوز ويتاهل. هو قدم السد مباراه العمر ضد الهلال السعودي، وكانت اخر كوره النامته هي من ضربه حره، لو سجلها كان صعد. ولكن في نفس الوقت هو الكلام على ان الفريق يستقبل اهداف كثيره. السد ممكن يسجل في اي وقت، عنده لاعبين في خط. هل هناك مشاكل اداريه ولا مشاكل ما اظن ان في مشاكل اداريه، ولكن ممكن تكون في مشاكل فنيه داخل ارضيه الميدان، في مشاكل فنيه، ممكن طريقه اللعب ما تناسب الفريق، ممكن غياب عبد الكريم حسن بسبب عقوبه اداريه كظهير ايسر قوي ساهم في تراجع الفريق. انا اكلمك عن النواحي الدفاعيه على وجه التحديد. لكن حتى لو في غياب بعض اللعيبه السد يمتلك صف أكيد. ثاني قوي بالضبط، مثل ما ذكرت السد يمتلك مواطنين على مستوى عالي، يمتلك لاعبين اجانب على مستوى عالي، تقريبا كل لاعبين السد الاساسيين في المنتخب الاول.
ما هو بعذر ولكن غياب. هل نقول ممكن الإرهاق بكثرة المباريات الدولية اللي شارك فيها السد؟ ممكن يكون سبب من الأسباب لكن مو بسبب رئيسي. ممكن يكون سبب من الأسباب. المفاجأة الثانية العربي والوكرة. العربي شفناه في بداية الدوري منطلق ويلقى مساندة كبيرة عبر جماهيره. صحيح. لكن قدام الوكرة تعادل 2-2 في آخر الوقت. ثمانية أخيرة يعني. بالضبط. هو العربي بداية الموسم قدم كرة قدم جميلة، واضح أن الفريق قوي ضمن لاعبين جيدين يعني على مستوى المواطنين أو حتى على مستوى المحترفين الأجانب. لكن آخر ثلاث مباريات بدأ التراجع عنده بشكل واضح في 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 مسألة النقاط. خسر من الغرافة، بعدها خسر من ريان، بعدها تعادل مع الوكرة بعد أن كان خاسرا إلى آخر الوقت. أنا أعتقد أن غياب لاعب الوسط الأيسلندي لاعب نادي العربي أرون بعد إصابته أثر بشكل كبير على أداء الفريق. المدرب ممكن يعني ما توفق في آخر مباراة، إنه لعب بطريقة 4-5-1، لعب الحرباوي، لعب بوكس بروحه. لو كان معاه اللاعب الألماني لسوغا أعتقد راح يشكل خطورة أكثر على فريق الوكرة، خصوصا أن النادي العربي يجيد اللعب على الأطراف، خصوصا الكرات العالية اللي يمتاز فيها الحرباوي ولا سوغا. العربي محتاج يعني يصحح بعض الأخطاء اللي حصلت في آخر ثلاث مباريات، خصوصا إذا كان بينافس على لقب الدوري. هو يعني ممكن يكون مستبعد أنك تنافس على لقب الدوري. العربي أنا يعني أتوقع أن هدفهم هو الصعود إلى المربع. بس أنا يمكن أعرضك على هذا التوقع، أنه مش هدف العربي إلى الصعود إلى المربع، إذا حصوله على درع الدوري، خصوصا أنه باقي له يعني مباريات موسم، مباريات المنتصف بالكامل يعني. هو بس أنت لو تقارن العربي مع الأندية اللي مثلا على وجه التحديد السد والدحيل والريان، أفضل منه نقطيا وأفضل منه حتى كمجموعة. فأنا أقول لك أنا ما أدري عن هدف الإدارة بالضبط ما هو، لكن أنا وجهة نظر أن هدف المسؤولين في نادي العربي هو الصعود للمربع. أنا أستبعد أنهم يفكرون في الدرع، أستبعد هذا الأمر. وجهة نظر نحترمها، لكن فهود الغرافة بدأوا يرجعون. صحيح. يعني بدأت الصحوة الغرافية أن فازوا على الخور 3-1. هو الغرافة من بداية الموسم السنة هذه قدم مستوى طيب، عند اللاعب الجزائري هاني لاعب مميز جدا، عند أحمد علاء السنة هذه اللي هو يعتبر لحد الآن هو أبرز لاعب مواطن في الخط الهجومي، يضم لاعبين على مستوى عالي. اللاعب عدلان لاعب المحور في نادي الغرافة لاعب مميز. اللاعبين الشباب مثل عمرو سراج، مثل عثمان اليهري يقدموا مستويات طيبة. الغرافة السنة هذه واضح أن الفريق له هوية فنية واضحة، واضح أنه في شغل مدرب. الغرافة السنة هذه أفضل من السنوات الماضية، يعني ممكن يدخل في المربع، ممكن جدا جدا. لكن على النظير الآخر الخور بدأ ينزل مستواه كثير ويتلقى خسائر. هو يعني ممكن صادفهم عدم توفيق السنة هذه الخور. يعني أنا شفت مباراة الخور السنة هذه في كثير من المباريات قدم مستوى طيب، ولكن في النهاية ما في نتيجة. بالضبط، والأهم النتيجة بغض النظر على المستوى الفني. لكن ممكن حنا نقول أن الخور وفي كذا نادي معاه تنقصهم القوة البشرية، يعني اللعيبة الموجودين إذا لاعب منهم توقف أو تعور ما في بديل جاهز تنقصهم بعض الأمور. لكن هو هدفنا، أتوقع أن هدف الخور هو البقاء في دوري الدرجة الأولى. أم صلال بعد ما توفق قدام الأهلي، مصلال يضم لاعبين في الخط الهجومي اللي هم ساقبو ومحمود المواس من أفضل اللاعبين اللي شفتهم، لكن عنده خلل في باقي خطوط الفريق مثل خط الوسط وكذلك الخط الخلفي. مصلال السنة هذه مغاير تماما لما ظهر عليه مصلال في السنوات الأخيرة. مصلال الآن وضع صعب سواء من ناحية النقاط أو حتى كمستوى فني، لكنهم مثل ما سمعنا أنهم جابوا مدرب اللي هو عزيز بن عسكر راح يقود الفريق. ممكن يتغير شكل الفريق الفني مع هذا المدرب، ننتظر ونشوف. لكن الآن بالشكل الوضع الحالي وضع مصلال صعب جدا، يعني ممكن ينزل إلى دوري درجة ثانية. هو من لحد الآن يعني هو مثل ما تفضلت الخور والشحانية ومصلال وقطر وضعهم صعب لحد الآن. بس قطر يعني يمرون في جولة تصحيحية، خصوصا فوزهم على الشحانية 1-0 وفازوا على كذلك قبلها على نادي مصلال 5-0. قطر لحد الآن يعني نقول 9 نقاط عنده،
أموره أفضل من نادي الشحنية على وجه التحديد، ولكن نقدر نقول بدري، باقي جولتين من القسم الأول، وباقي جولة، باقي قسم ثاني كامل ممكن تغير فيه بعض الموازين. ريان إنجازاته قاعدة تستمر إلى نجاح إلى نجاح، 2-0 على السيلية. صحيح، هو الريان بدأ الموسم بثلاث تعادلات وبعدها فاز في 6 مباريات، رقم جيد. الريان أعلن الريان ما عنده ولا خسارة أبدا، تعادل 3 مباريات وفاز في 6 مباريات، واضح أنه أعلن نفسه كمرشح للدرع، مثل السد، مثل الدحيل. الريان يضم لحد الآن أفضل لاعب في الدوري لحد الآن، اللي هو اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي، يضم لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم، يضم اللاعب القطري الدولي عبد العزيز حاتم، يضم قلب الدفاع الكوري لاعب مميز جدا ميركادو الدولي الأرجنتيني، الحارس فهد يونس ابن أسطورة الحراس القطرية يونس أحمد. الفريق لحد الآن كشكل فني، كمنظومة، كمعنويات، كنقاط، ماشي في الطريق السليم. زين، ايش رايك نشوف معنا مع مشاهدينا جدول مباريات هذا الاسبوع؟ مباراتين في الخميس، مباراتين يوم الجمعه، مباراتين يوم السبت باذن الله. شلون نشوف هذه المباريات في الجوله العاشره؟ يوم الخميس بتكون مباراه الريان الشحانيه. الريان ما في شك انه اقرب للفوز، ولكن هي في نهايه كره قدم تصير فيها بعض المفاجات. مباراه السليه والعربي هي بتكون مباراه قوية، أتوقع أنها راح تكون مباراة قوية، لكن كوجهة نظر أولية وكمؤشرات أنا أشوف أن العربي ممكن يكون أقرب للفوز. محمد، الجمعة الوكرة والأهلي والخور وتحيل. الوكرة والأهلي ممكن تكون فيها تكافؤ نوعا ما، يعني أتوقع أنها راح تكون مباراة جميلة. الخور وتحيل ما في شك أن تحيل أقرب اقتناص نقاط المباراة من الخور، بس إن شاء الله الخور يخفف من كمية الأهداف المسجلة عليه. ممكن يعني الخور يقدر يتعامل مع المباراة بشكل ممكن يطلع بصورة جيدة، ولكن قياسا للفوارق الفنية سواء فرديا أو جماعيا أكيد في مصلحة تحيل. والسبت سد قطر. سد قطر، سد أقرب للفوز رغم أن قطر جاي من فوزين ومعنويات الفريق مرتفعة، ولكن أيضا يعني السد يضم لاعبين على مستوى عالي. السد ما في شك انك اقرب الفوز، لكن ارجع واقول ان كره القدم تحصل فيها المفاجات، ولكن كمنطق السد اقرب. باقي الغرافه مصلال، ممكن مع تغيير مدرب مصلال يتغير شكل الفريق من ناحيه فنيه، وكذلك من ناحيه على طول بعد اول مباراه من تغيير مدرب. بالضبط، ممكن يتغير اكيد في كره القدم النواحي الذهنيه والنواحي النفسيه تغطي على النواحي الفنيه. وممكن هذا المدرب يلعب بطريقه مختلفه عن المدرب السابق بشكل فني يعني، لكن الغرافة يبقى أفضل من المصلار السنة هذه كعناصر وحتى كأداء. يعني هالجولة بنشهد منافسة، بنشهد مفاجآت؟ ما أتوقع وجود مفاجآت. ما أتوقع. محمد، شكرا لك على تحليلك الجولة 9 واللي إن شاء الله تكون فيها مفاجآت. جزاك الله خير، ولا شكر على واجب، وأتمنى إحنا قدمنا حاجة طيبة للسادة المشاهدين بإذن الله. شكرا لك وتواجدك معنا. العفو، شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين، كنا في جولة رياضية ممتعة قضيناها معكم مشاهدينا في برنامجنا مساحة رياضية. تابعونا الأسبوع القادم في حلقة جديدة ومساحات رياضية في مساحة رياضية.